يبدأ من 25 ل 65، والمتوسط العمر ده النظام الصحي، ومن 65 ل 79 متوسط العمر، ويبدأ المسن زي حالتي بعد 80. كويس؟ بعد 100 اسمك هرم سينسيس، ده اللي بعد 100. ودول مش قليلين، بيهم 5-6% من العالم دلوقتي. الحاجة الثانية، لندن سكول اوف ايكونومكس قالت إذا عليك من أغراض الوزيدة في الشباب يزيد الناتج القومي إلى 4-5%. ليه؟ لأن زي ما قال الأستاذ أبشر حضرتك، إن الأمراض النفسية أكثر حاجة بتضعف الإنسان عن العقل. سن الشباب في مذكرة أقول لكم المرض، أقول لكم المرض، الاكتئاب ممكن يجي من غير اكتئاب، يجي بأعراض عضوية ل 70%. اللي عنده هلع يروح دكتور القلب، اللي عنده عصبي يكون نصران عصبي يصير القولون يروح دكتور القلب الهضمي. كل دي اللي عنده يعني حاجات جلدية، كلهم واخدين فكرة إن الإنسان بيبكي بيعمل إيه؟ لا، الإنسان بيبكي بكلمة، يجيله هارت كارير، إنما هرش، كل الحاجات دي، بيبكي بالرئة، يجيله هرم، يبكي بالدم، يجيله انقباض الشرايين الدمية، وطبعاً معظم المصريين بيبكوا بمعدتهم وقولهم عشان أهمية الأكل عندنا كدرجة إنها غريبة، فبتبكي بكلهم. ده اللي عاوزين نعرفه. ابنك او اخوك او بنتك ماشي كويس وابتلاك ما يذاكرش كويس، ده هدف الامراض. فانا عاوز اقول